عمي شخصيا هو اخوي محمد. اي نعم، هو اللي 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 يعني رسم لي طريقي وكيف امشي. طال عمرك نحن بلشنا في سنة 2001 ما شاء الله، خذينا خطوة لأن الحياة تتطلب أنك أنت تدش في صراع معه عشان تثبت وجودك، وبدينا في ثلاث عمال وسيارة واحدة ورأس مال ما يقارب 50,000، والحمد لله كنا نجتهد أن احنا ولنا استراتيجية ولنا هدف نبغى نوصل، فكنا ناخذ المشروع إلى أن ينجز ما يقارب منه 70 أو 80% مشروع واحد في بداية المشوار، وبعدين ندش في مشروع آخر أن نحن نفكر في المشروع الآخر بعد ما ننجز 80% من المشروع الأول، ندش في مشروع آخر وننجزه. وبدينا في هاي الطريقة، يعني الدخل اللي يجينا من هذا المشروع يلف في نفس المنظومة. والله طال عمرك احنا محطين هدف، لان الان احنا داشتين في برنامج زايد الاسكان فقط والمشاريع الخاصة في بالاشخاص، عما ان شاء الله لحن بعد سنه داشين في مشاريع الوزارات، وزاره الاشغال نبغى ندش في معاهم عشان يكون تطور الشركه من وتكون لنا فروع. خطة المستقبليه ان يكون لك فروع، يعني فرع في كل مثلا الاماره في انا الان في منطقه شعب، اتطور اني انا يكون لي مكتب في في راس الخيمه في مركز المدينه. فالتطور ان شاء الله احنا محاطين رؤيه في خطة موضوعة، وإن شاء الله بتشوفونا عن قريب إن شاء الله. نحن طال عمرك اشتغلنا عدة مشاريع الحمد لله، في ناس تدري في ناس المشاريع التي خاصة من أشخاص مش من مؤسسات أو من، فإحنا نراعي هذا الشخص، الراعي بخصوص أنه الدفعات اللي يقدمها الراعي لمدة سنة تقريبا. أنا يعني في ناس كثيرة هالشيء احنا راعيناهم بخصوص هالموضوع. طبعا نقدم خدمات اذا في حد يبغى منا يعني مثلا دعم مثل آليات، يبون في ناس طلبت منا ماي فاحنا ننقل لهم ماي اماكن اللي يبونها بدون اي مقابل. إذا ما وجد الأمن لا يوجد هناك أمان، وإذا لم يكن هناك أمان فلا يكن هناك أمن. فالحمد لله دولة الإمارات العربية المتحدة معروفة أن هي تؤمن المقيم وإحنا كمواطنين وجميع من يكون عليها، والحمد لله شيوخنا طال عمرك ما مقصرين هالموضوع، على رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يطول عمره ويحفظه ويعافيه، واخوانه الحكام. نعم، وهذا من هذا ليس غريب على 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 شيوخنا، لان من مؤسس هذه الدوله هو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الله يرحمه. واحنا الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان هو الاب، هو اللي علمنا ان احنا كيف نمشي وناخذ طريقنا. لانه المقوله المشهوره اللي قالها يعني الصناعه لم يعني الصناعه بتكون ليس بالرجال، بالرجال وليس الصناعة هي أهم من الرجال. طال عمرك أول شيء التميز هو لازم أنك أنت تضع لك هدف، ويجب أن تضع لك هدف، لازم تضع لك هناك استراتيجية تمشي عليها. هذا الشيء أهم شيء أنك تكون تنظيمي في عدة مجالات، لأنك أنت معك أسرة، تكون من الأسرة تكون يعني إذا استقرار الأسري إلى أن استقريت في مجال عملك وعندك مهام أخرى. والحمد لله نحن
يعني نشتغل الى ارضاء الذات، يعني مش ان احنا نبى يكون لنا يعني ان الناس، والتواضع هو اهم، لان ما نكون متكبرين على العالم وهذا، لا بالعكس هو الاهم شيء، استراتيجية وهدف وتمشي عليه، هذا هو اهم شيء عندك بالحياة. طال عمرك اسمعني، انا اللي دعمني شخصيا هو اخوي محمد. اي نعم، هو اللي يعني رسم لي طريقي وكيف امشي يعني.